بسم الله الرحمن الرحيم، معانا يا ولاد حل محافظة الجيزة في علوم الصف الرابع، الاختبار الثاني بعد ما خدنا محافظة القاهرة على مواصفات الورقة الامتحانية. وأول سؤال، اختر الإجابة الصحيحة من هذه الاختيارات. يقوم الجهاز مين بأنه بيترجم الرسائل زي الروائح والأصوات؟ أقول له بدم مترجم، بدم مفسر من غير ما أبص ولا أفكر، يبقى الجهاز العصبي. ونكتب ونختار يا عبد الستار. الطاقة التي تكتسبها كرة عندما تسقط من أعلى، هي نازلة من أعلى لتحت، يبقى اكتسبت طاقة إيه؟ أقول له هي نازلة من فوق، كان أعلى حاجة لها الوضع، لما نزلت لتحت عند سقوطها يبقى اكتسبت طاقة إيه يا ولاد؟ طاقة حركة يا جماعة، اكتسبت طاقة إيه؟ طاقة حركة. ونروح ونختارها وكمان نكتبها. نمرة ثلاثة، الخاصية بتاعة الضوء اللي بتساعدك على رؤية صورتك في المراية، أقول له عرفتها، حتى اسمها انعكاس الضوء، يبقى الظاهرة اسمها ظاهرة الانعكاس. يوجد البساط الشفاف عند كل دول ما عدا مين؟ أقول له ما عدا الإنسان. الإنسان ما عندوش البساط الشفاف، ده عند الحيوانات الليلية زي مين؟ الحصان والقطط والكلاب أعزكم الله. النقطة الخامسة، بيقول لي تحتكي الأجسام إلى قوة لتحركها. طب القوة دي دفع فقط ولا سحب فقط ولا دفع وسحب ولا جاذبية أرضية؟ أقول له لا، الدفع والسحب معا. يبقى قوة إيه وقوة إيه يا ولاد؟ الدفع والسحب معا تلزم لتحريك الأشياء. خلص الأول ونيجي للسؤال الثاني اللي فيه 5 جمل صح وغلط. والنقطة الأولى، بيقول لي قدما البطريق لا تتجمدان بسبب الطبقة العازلة من الدهون. بسبب الطبقة العازلة من الدهون؟ أقول له غلط، بسبب طريقة انتقال الدم في الأوعية الدموية. ونيجي للنقطة الثانية، كلما زاد ارتفاع الجسم تقل طاقة الوضع. أقول له إجابة إيه يا جماعة؟ إجابة خاطئة. ده حتى مستر حابب كان يقول لك إيه، حاجة جملة جميلة قوي، عارف لما أقول لك أنت على راسي، يبقى أنا معنى كده بحترمك قوي وبحبك قوي وبقدرك قوي، بدليل إن بقول لك على راسي. كلمة على راسي يعني مكانك عالي، موضعك عالي، يبقى كل ما الارتفاع علا تزيد طاقة الوضع مش تقل. أظن بعد المعلومة اللي قالها مستر حامد دي عمرك ما تنسى. كل ما كان جسم عالي يبقى طاقة الوضع عالية، بجملة على راسي. اللي بعده، الفراء الكثيف اللي موجود عند بعض الحيوانات وبيحميها من البرد، ده تكيف سلوكي. أقول له إزاي؟ ده تكيف تركيبي، لان من خلق ربنا سبحانه وتعالى، وهنا بدل قلت زادت، وهنا كانت طريقة انتقال الدم بالأوعية الدموية، علشان لو حبيت تشوف التصويب يا جميل. سؤال اللي بعده، يجب على السائق أن يقود السيارة بهدوء لتجنب الحوادث. كلام جميل، ما أقدرش أقول حاجة عنه. عند هبوط قطار الملاهي السريع لتحت طاقة الحركة بتزيد، نفتكر جملة على راسي، لو كان فوق يبقى طاقة الوضع عالية على راسي. طب لو نزل لتحت مين اللي يبقى عالي؟ طاقة الإيه؟ طاقة الحركة. حتى نزل بإيه؟ بحركة سريعة اللي بتاخد قلوب اللاعبين. اللي بعده، أجب عن الأسئلة الآتية، وجايب لي 4 أسئلة. هناك بعض الحيوانات الليلية اللي بتعتمد على الإحساس بالحرارة لتصل لفرائسها، اديني مثال. طبعا كلنا عارفين المثال اللي بيعتمد على الحرارة، وهو مين؟ الثعابين. طب الثعابين بتعمل إيه يا جماعة؟ بتحدد موقع الفريسة. بتقدر الثعابين إنها تحدد موقع الفريسة عن طريق إحساس بالحرارة، عن طريق الإحساس بالحرارة. فين الكلام دون؟ في جزء محدد في وجهها، في جزء محدد بوجهها. أوكي. السؤال اللي بعده، عندما تجلس على كرسي بدون حركة، اسم القوة اللي بتسحبك لأسفل اسمها قوة مين يا جماعة؟ الجاذبية الأرضية. الجاذبية الأرضية. يمتلك الأرنب أقداما خلفية طويلة، يبقى أقدام الأرنب خلفية طويلة قوية بتساعده على القفز والهروب. حدد نوع التكيف.
اقول له الله، مش دي اقدام، اه مش ربنا اللي خلقها، اه مش لها وظائف جسمانية، اه يبقى تكيف تركيبي. اخر سؤال، اديني مثال واحد لحيوانات بتتواصل بالرائحة وحيوانات بتتواصل بالحركات او الرقصات. يا واد يا بركات، اللي بالرائحة النمل يا ولاد يتواصل بحاسة الشم عن طريق الرائحة، الحركات النحل يا ولاد بتتواصل عن طريق الحركات والرقصات. وربنا سبحانه وتعالى ميز النمل وميز النحل بصورتين كريمتين من 114 سورة في القرآن الكريم. يا رب الدرس والأسئلة تكون سهلة وبسيطة، حل محافظة الجيزة.